من الجامعات المصرية خرج دائماً إلى العمل العام مفكرون وعلماء أفذاذ يمتلكون العلم والرؤية والإبداع. مع المفكر الاقتصادي الكبير الدكتور زياد بهاء الدين نائب رئيس الوزراء ووزير التعاون الدولي الأسبق. اتكلمت على الاستثمار وقلت إنه يحتاج إلى نوع من التحديث. إيه مواطن الضعف في هذه الحالة بالنسبة لنا عندنا حالياً يعني؟ مفيش حد بيطلع النهاردة في تلفزيون أجنبي ويقول تعالوا بلدي لأن أنا بطلع رخصة في 20 يوم. لماذا ندفع الضرائب؟ المقالة دي الحقيقة زعلت مني ناس كتير قوي. من حقنا نطالب بحقوقنا من الدولة، لكن ما نوقفش دفع الضرائب على ده. لو كل واحد ابتدى يقول ما أنا ما باخدش من الدولة مش هدفع الضريبة، ده تبقى فوضى ما حصلتش. تخرج الدولة لابد أن يسبقه نوع من أنواع الدراسة الاقتصادية، زي ما ملكية الدولة بالكامل فكرة خيالية. كمال خروج الدولة بالكامل فكرة خيالية، مش من أنصار خروج الدولة من الاقتصاد مطلقا. كيف ترى الحوار الوطني حاليا؟ أنا من أشد مؤيدي عقد الحوار. مفيش مؤتمر حينتهي بحل مشاكل مصر عما نمر به مع العالم من أزمة اقتصادية صعبة بسبب تداعيات الحرب الطاحنة في أوروبا. عن الرأي والرأي الآخر، الرؤى والأفكار وسبل العبور إلى المستقبل. حوار جديد في حديث العرب من مصر الليلة السابعة مساء على قناة مصر الأولى.